وقل رب زدني علما. هنا ملحظ مهم، لا يحكم بكفر الشخص بتركه الصلاة إلا بحكم حاكم وقاض. إن بعض الناس حينما يقرأ في كلام الفقهاء أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حينما يرى شخصا قد تعمد ترك صلاتين يحكم بكفره، وحين ذاك يرتب عليه أحكام الكفر كاملة، وهذا ليس بصحيح. وقد صرح الفقهاء أنه لا يحكم بكفره ولو ترك أضعاف هذا العدد من الصلوات حتى يحكم الحاكم بكفره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه لا يعرف أن قاض حكم بكفر رجل بسبب تركه الصلاة، يندر أن مسلما يعرض على السيف ثم يمتنع عن الصلاة. وقد أشار لهذا الملحظ ابن القيم في كتابه العظيم كتاب الصلاة.